متحدثا عن إقالته ومشواره مع الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي ضيف في المرمى. في الأسبوع الماضي تلقى البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد قرار الإقالة للمرة الثانية فقط خلال مسيرته التدريبية غير الطويلة. إدارة نادي الاتحاد كانت قد أصدرت بيانا بررت فيه أسباب الإقالة بعد الخسارة في نهائي كأس الأندية العربية، بعدما سبق لنادي كورنثيانوس البرازيلي أن أقاله أيضا في نوفمبر من العام 2019 بينما استقال في بقية تجاربه السابقة ولم يقل. فابيو كاريلي بدأ مساعدا لثمان سنوات في كورنثيانز إلى جانب ستة مدربين من بينهم تيتي مدرب منتخب البرازيل ومانو مينيزيس مدرب النصر الحالي. قاد الفريق كمدرب أول بدءا من يناير 2017 واستقال من كورنثيانز في 23 مايو 2018 بعد عام من قيادتهم لنيل لقب الدوري البرازيلي. ابن مدينة ساو باولو وافق آنذاك على عرض نادي الوحدة السعودي ليخوض أولى تجاربه التدريبية خارج بلاده. وفي 13 من ديسمبر 2018 أعلن الوحدة رحيل كاريلي وأن اللقاء مع الفيصلي في الجولة 14 للدوري سيكون الأخير له. كان كورنثيانز أعلن قبلها بأيام على حسابه في تويتر عودة كاريلي لقيادته. الفترة الثانية لكاريلي مع كورنثيانز انتهت بالإقالة في 3 من نوفمبر 2019 بعد الهزيمة 4-1 أمام فلامينغو بالدوري البرازيلي. بعدها بثلاثة أشهر بدأت مسيرة كاريلي مع اتحاد جدة في فبراير 2020، والتي وصلت إلى نقطة الفراغ في 22 من الشهر الحالي بقرار إقالة بعد الهزيمة في نهائي كأس العرب في المغرب أمام الرجاء البيضاوي. وحيد رزق المصري، العربية. إذن فابيو كاريلي ضيفنا من جدة بعد إقالته من تدريب نادي الاتحاد، أرحب به حيث سيلتحق أو التحق بنا الآن. كابتن كاريلي شكرا لحضورك، أنا سعيد باستضافة مدرب كبير مثلك، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. نعم Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero ter um bate-papo bem legal com todos. أشكر هذه الفرصة. نعم. شكرا كابتن. للمرة الثانية في تاريخك تتم إقالتك. كنت قد استقلت في مرتين، وهذه المرة الثانية التي تتم إقالتك من نادي تعمل به. كيف تلقيت خبر الإقالة؟ قل لي القصة. Recebi com muita surpresa porque eu acreditava que essa temporada ia ser melhor que a temporada passada. بالنسبة لي. Mas são decisões que a gente tem que respeitar. لأن هذا الموسم كان أحسن من الماضي. ولكنني أقبل وأحترم. أعتقد أن عملي في الاتحاد كان إيجابيا. كان من 9 سنوات لم يفوز على النادي الأهلي. وأنا بخرج سعيد بالنتائج وبما نتائج عملي معه. جميل جميل. وسوف أستمر في عملي بعد هذه الإقالة، سوف أستمر في مشوار تدريبي. كابتن، هل كان القرار مفاجئا لك؟ تعتقد بأنك لا تستحق الإقالة؟ acho que não, né? Pelo trabalho realizado, foram 49 jogos, né, à frente do Itihad. أعتقد أنني لا أستحق ذلك.
على العمل حوالي 49 مباراة. وقد صارعنا كثيرا حتى لا نهبط. وفي سنة 2021 موسم 2021 ومباراتين في كأس الملك. نعم. وفي المباراة الأخيرة مع نادي الرجاء no Itihad em fevereiro de 2020, então foram um ano e sete meses assim de entrega mesmo, de não viemos aqui para brincar, não viemos para passear e viemos para trabalhar. لقد حاولت العمل بجد وكانت الأمور صعبة منذ بداياتي في فبراير 2020. Com o trabalho nosso, com os atletas, a gente vê que mudou o modo do, das outras equipes, do torcedor olhar para o Itihad, olhando para o Itihad com mais respeito. واستطعنا تغيير أشياء كثيرة في بين في 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 أسلوب اللاعب و نعم. وأعتقد أننا حققنا نجاحات تجاه الجماهير. نعم كابتن، تحدثت عن مباراة الرجاء نهائي كأس العرب، شاهدنا الاتحاد يلعب بخط دفاع مفتوح، كل هجمة كانت خطيرة جدا على الاتحاد، كل هجمة كانت ممكن أن تسجل. لماذا لم تتحرك بأي فعل تكتيكي وفني لإغلاق هذا الدفاع المفتوح؟ نعم كابتن. tudo foi treinado, né? Já tínhamos aí um ano e sete meses de trabalho dentro de uma ideia de trabalho. É claro que pesou bastante o Ijazi não estar no jogo, né? O Ziad também, que machucou na temporada passada, que fizeram uma dupla de zaga muito legal, muito confiável. A gente tinha esses problemas, sabíamos não. disso. Mesmo assim fizemos 4 gols. نحن عملنا على مدى سنة وسبع شهور وحققنا تقدما كبيرا، ولكن ربما كان هناك عجز بسبب غياب حجازي وغياب زياد. que pro torcedor na verdade foi muito emocionante para nós ali no trabalho, foi algo assim que nos preocupou bastante. Mas a gente já sabia desses problemas, trabalhamos para que eles não acontecessem, mas infelizmente aconteceu num momento que não podia acontecer. حاولنا كثيرا تجنب المشاكل الدفاع، ولكن للأسف لم نستطع تحقيق نجاح في سد كل الثغرات. نعم نحتاج نكون أسرع بس في إجاباتنا والترجمة حتى أستاذ جمال لنلحق بالكثير من المحاور، يعني فوريا أسرع من هذا. كابتن كاريلو، هل كانت هناك مشاكل في الفريق قبل النهائي؟ لأننا شاهدنا الفريق بشخصية مختلفة، هل كان لديكم مشكلة من أول ما وصلتوا إلى المغرب؟ هل كان كل شيء على ما يرام مثلا؟ Não, tudo correu bem. O único problema mesmo foi a questão do certificado financeiro. كل شيء صار على ما يرام. A gente não sabia se poderia contar com o Igor ou não. E isso atrapalhou um pouquinho no planejamento, sim. Ainda bem que ele conseguiu ir para campo, ainda bem que ele conseguiu jogar bem.
Mas foi o maior problema que nós tivemos foi essa questão aí a diretoria كان في بس مشاكل في بعض اللاعبين زي رومارينيو ان بعض اللاعبين ان هم يلحقوا ولكن مر كل شيء على ما يرام واستطاعوا المشاركه que a gente tinha oportunidade de ser campeão. نعم كابتن كان هناك اجتماع قبل المباراه بليلتين بعض أفراد البعثة أفراد بعثة الاتحاد قالوا بأنك خرجت من الاجتماع غاضب جدا وتحدثت بصوت عالي مع رئيس النادي ومع نائب الرئيس ماذا حدث في هذا الاجتماع؟ لماذا كنت غاضبا؟ Não teve nervosismo nenhum, não. Eu acho que são discussões que têm que existir para o melhor da equipe. Seguir o caminho, né? Sempre procurando o melhor para os atletas, o melhor para o جميل طيب كابتن الزملاء بس ينبهوني انه صوتي انا يصل الى المدرب متاخر سيعالجون هذا الامر الان وايضا لوصول صوت المترجم اليه كابتن عن الاجتماع هذا ايضا عن هذا الاجتماع قبل المباراه بيومين انت ساومت الاداره طلبت بان يسددوا مكافآت الجهاز الفني التي وعدوا بها بعد مباراه الهلال في الموسم الماضي هذه المكافأة التي وعد بها الرئيس سددت للاعبين لكنها لم تسدد لك أنت وجهازك الفني لذلك كنت غاضب واستغليت أن الموضوع المباراة نهائية حتى تأخذ هذه الأموال هل كانت مساومة؟ نعم كابتن Não teve chantagem nenhuma e simplesmente os meus direitos, os direitos da minha comissão. لم تكن هناك مساومة من أي نوع. O que tem sim é a verdade. ولكن هذا حقي حقي في هذا. كان هذا حقي. ولكن الأمر تم حله تم حل المشكلة وأنا لم أساوم أنا طلبت بحقي لم تكن هناك أي مساومة كانت هناك مجرد مطالبة بما أراه حقا هل كان كابتن الوقت هل كان هذا الوقت مناسب قبل مباراة نهائية تطالب بهذا الشكل؟ هل الوقت مناسب في المطالبة حتى لو كانت حق؟ Sim, era assim نعم, porque كابتن. Eu tinha essa promessa desde Sim, eu tinha essa promessa desde maio, desde, né? E desde maio esperando, não só eu, como minha comissão Sim. e mais alguns atletas, desde maio esperando por isso. لأنني كنت كانوا قد وعدوني بهذا منذ شهر مايو. وكنت في انتظار حل لهذا الأمر. Tranquilo, tudo muito certo. طيب كابتن ضغطت عليك الإدارة أو جزء من الإدارة لمشاركة غاري رودريغيز في المباراة لكنك رفضت اختياره ضمن الخمسة هل أحدث ذلك مشكلة أيضا؟
قبل المباراة؟ نعم كابتن، كابتن غاري رودريغيز، ضغطت الإدارة من أجل مشاركته في المباراة، لكنك اخترت 5 لاعبين وأخرجته برا خارج التشكيلة. هل كان تسبب هذا القرار في مشكلة أيضا ليلة المباراة؟ يبدو لدينا مشكلة ما زالت مستمرة بين المترجم ووصول الصوت متأخر. كابتن سأعود إليك كابتن فابيو، سنذهب إلى فاصل ثم نعود بعد معالجة هذه المشكلة. أهلا بكم من جديد كابتن فابيو، أهلا بك من جديد. أعتذر لمشاهدينا الكرام، عندنا مشكلة في وصول الصوت بين المترجم وكابتن فابيو، لكن عدنا مرة أخرى. كابتن أعتذر منك، أريد أن أسأل مرة أخرى، غاري رودريغيز أبعدته عن المباراة، كانت الإدارة تريد أن يشارك ويبعد هنريكي، هل كان هناك مشكلة أو تسبب هذا القرار في مشكلة؟ Não, uma decisão que eu tinha que tomar, eu tinha que tirar um estrangeiro e ele foi escolhido, não causou nada. كان قرار لابد ان اتخذه وتم اختيار لم يحدث شيء. جميل. غادر المعسكر غاري ورفض العوده للفريق وطلب وكتب خطاب بطلب فسخ عقده. هل تعلم عن كل هذا كابتن؟ هل بلغتك الاداره؟ Sei disso sim, né? E o clube deveria dar a rescisão para ele, já que ele queria a rescisão. O jogador tem todo o direito de pedir o que quer. O النادي لابد direito de decidir o que quer fazer com o atleta. كان له الحق في فسخ عقده. جميل كابتن. حقه أن يبدأ أن يطلب فسخ العقد، ومن حق النادي أن يتصرف كما يشاء. كابتن رومارينهو بعد إقالته قال هؤلاء مهرجين في حسابه على انستغرام، ثم أزال هذه الصورة أو هذا التعليق. من كان يقصد؟ يقصدك أم يقصد الإدارة؟ Ah, só ele pode responder isso. Eu não sei. Tive pouco contato com o Romarinho. هو الوحيد الذي يستطيع الإجابة على هذا السؤال. Só é o Romarinho. طيب كابتن، أيضا في عهدك مع أو في فترتك مع إدارة نادي الاتحاد يتردد بأن إدارة نادي الاتحاد لديها 3 قرارات من 3 أشخاص. هل فعلا عانيت هذا الشيء؟ كان هناك 3 رؤساء للنادي؟ هل هذا صحيح؟ Também não sei responder sobre isso. Eu sabia dos problemas políticos. نعم. ولا أستطيع الإجابة على هذا أيضا. Difícil para trabalhar. أنا كنت على دراية بالمشاكل السياسية. وهو نادي صعب في التعامل، لذلك أنا اتجهت للعمل مع اللاعبين.
كنت لا أريد أن أنقل المشاكل من الإدارة إلى الملعب، كنت أود العمل في الملعب فقط. جميل. هذه أعمال بيروقراطية وتخص سياسة النادي وأنا بمنأى عن هذا. جميل. كابتن، ما هي المشاكل التي عانيت منها؟ حدثنا. Não teve problemas. O que eu posso dizer sobre o clube é que nós chegamos assim numa dificuldade muito grande em fevereiro de 2020. أننا وصلنا إلى في كان هناك صعوبات في فبراير 2020، وقد عملنا كثيرا لكي نضع الاتحاد في مكانه الذي يليق به، وقد في 17-18 في موسم 17-18 خسر 7، في 19-20 8 مباريات خسر 4، في موسم 20-21 10 مباريات استطعنا أن نتفوق كثيرا من موسم 17-18 إلى موسم 2021. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، أن أنا حاولت إبعاد مشاكل النادي من الوصول إلى الملعب. جميل. استطعنا إحراز نتائج إيجابية ولم تصل مشاكل النادي إلى الملعب إطلاقا. جميل. كابتن، ما هي المشاكل اللي أنت حاولت إبعاد الفريق عنها؟ أي نوع من المشاكل؟ مالية، إدارية؟ São problemas internos, são problemas que a gente tem. Não tudo. Eu procurei isolar. Nós sabemos que é um clube muito difícil para trabalhar, né? É um clube que dificilmente para técnico. نادي صعب جدا في التعامل. وصعب بالنسبة للعمل الفني. وكان مع المدربين الذين سبقوني كان هناك مشاكل عديدة. بيقول أنا رحت النادي وعارف إن في مشاكل مع المدربين اللي قبلي، وأنا وصلت وكنت عايز أجتاز هذه المشاكل. أنا أعتقد أن أنا حققت انتصار كبير في سنة وثمان شهور. بيقول أنا فخور بالعمل اللي عملته مع الاتحاد، وأنا سعيد بالنتيجة اللي حققتها خلال فترة طويلة قدرت أستمر فيها في النادي. وأنا بشوف ده في جماهير النادي في الشارع. وكذلك اللاعبين الذين سعوا إلى توديعي، ورأيت المشاعر الطيبة تجاهي. جميل. طيب،
وأنا فخور فعلا بالفترة اللي عملتها في الاتحاد، وبعض اللاعبين وصلوا للمنتخب السعودي، وده ده شيء يعتبر شيء إيجابي بالنسبة لنادي الاتحاد. جميل. كابتن، هذا الفريق الاتحادي قادر على تحقيق البطولات الآن وأنت تغادره؟ أتحدث عن بطولة، يعني بطولة النفس الطويل مثل بطولة الدوري، هل يستطيع هذا الفريق تحقيقها أو يحتاج للكثير من العمل؟ Todo time para conquistar precisa de muito trabalho. Né? Não tem jeito, não tem outra forma de conquistar. كل الفرق لتحقيق البطولة تحتاج إلى العمل والتضحية. أنا أعتقد أننا توصلت إلى مستوى من مع اللاعبين أن كانت هناك ثقة في أن احنا نستطيع التطور. بالأفكار ان احنا كنا ممكن نصل لمركز اعلى من اللي وصلنا ليه. جميل. وعن طريق الفريق العمل اللي انا كونته وضم ناس كتير كنت بحس بصداقتهم وبتعاونهم معايا. جميل. كابتن، اللاعبين الاجانب الذين مروا في فترتك، هل كانوا من اختيارك ام من اختيار الإدارة ام بالتشاور بينكم؟ اللاعبين الاجانب nós fizemos várias reuniões falando sobre as carências da equipe, né? عملنا اجتماعات كثيرة عن بعض اللاعبين اللي يحتاجهم، ونحن نعلم أن الحالة المالية في النادي في تحسن لكنها لم تصل إلى أن تكون عالية. كانت هناك مباحثات ومناقشات بناء عليها كان بيتم اتخاذ، كانت الإدارة بتقرر بناء على الاجتماعات اللي بتتم معايا اختيار اللاعبين. جميل. كابتن، في آخر الحوار طبعا